محمد ديبا فاعل جمعوي في هولندا ومقيم في هولندا 51 عام، وحنا اللي سمعنا نعفو ملكي اللي جا الإخوان ديالنا اللي عندهم مشاكل، ويعني هذا الشيء وهذا الناس كان يعني فرحانين معاهم، لان احنا حتى احنا كان البلاد ديالنا كنعرفوها كامله وكنعرفوا شنو هو العمل ديالهم والمنطقه، لان ما فيهاش شي حاجه اخرى يعني باش الناس يتحركوا، وكانوا كيحاولوا باش يسترزقوا ويديروا المصروف لوليداتهم، يعني ماشي شي حاجه اللي كانت كتضر البلاد، ولكن حتى هما انا كنظن المقصود ديالهم ماشي كانوا كيديروا داك الشيء بخاطرهم، لان الله يحسن الظروف كل واحد والظروف ديالو. راه شوف شحال من الناس اللي خرجوا على برا، منهم حنا اللي على طرف ديال الخبز، وكانوا ولينا عاد ولينا كنسجعوا البلاد ديالنا وكنديروا الاستثمار في بلادنا، ولكن هاد الناس هادو مساكين اللي كانوا في واحد الظروف خاصه، والبارح راهم فرحانين وفرحوا، والفرحه اللي كنشوف فيها انا يعني حنا فرحانين معاهم اكثر، لان كنفكروا ماشي في الاباء، كنفكروا في وليداتهم وعيالاتهم وبناتهم اللي كانوا والديهم ما كيقدروش يسافروا، ما كيقدرش يمشي يدي ولدو حتى للطبيب، لان كانوا في الطرقان، لان الدوله يعني راه كتحافظ على البلاد ديالها على حساب كل واحد كان يعني مشبوه فيه ولا كيقلبوا عليه، ولهذا احنا كان فرحانين بهذا الشيء مره اخرى، وفرحانين مع ذوك العائلات، لان حتى هذوك راه من العائله ديالنا، لان راه حنا واحد ما فيناش فرق، حنا كنا خوت وكنا عائله واحده، والله يوفقهم للخير وكنتمنوا لهم التوفيق، وسيدنا الله ينصره ويطول في عمره. الخبر ديال العفو الملكي على المزارعين ديال القنب الهندي اللي تيتزايد العدد ديالهم 4800، واحد المبادره يعني واحد الالتفاته ديال صاحب الجلاله اللي هو ما في كل المناسبات انه تيصدر العفو الملكي ديالو، وهذه فرصه للمزارعين انه خصوصا لما تقنن يعني القنب الهندي غيتستعمل لاغراض طبيه، غيكونوا ان شاء الله تعالى في المستقبل منتجين وغيساهموا في التنميه ديال البلاد، وهذه المبادره كنتمنوها عاليا، ونتمنى ان شاء الله انفراجات اجتماعيه مستقبلا. يعني هذا العفو الملكي احنا فرحنا به، ولكن الحمد لله احنا فرحين بكل شيء اللي كاين دار، وسيدنا الله ينصره من نهار تولى على العرش، ان وهو كيوصي على الجاليه فوقاش ما يجلس على الكرسي ديال العرش كيهضر على الجاليه وكيوصي عليها، وفي نفس الوقت في البلاد كيهضر على العالم القروي، وداك الشيء اللي كيوجه ولا العمال ولا الرؤساء المجالس ولا يعني كنشوفوه كتغير واحد العدد ديال المسائل، لان الناس ديال العالم القروي كانوا خارجين وخا عايشين هنا، لان ما كانش طرقان ما كانش الضوء وما كانش الماء، ولكن الحمد لله في الوقت ديال سيدنا الله ينصرو ولينا. بالنسبه انا يعني ما عرفتش ما يعني نقدم راسي منين، لان انا كنتمي وانا مواطن مغربي، ولكن كنتمي لواحد الاقليم كنا تابعين لاقليم الناظور، دابا من نهار سيدنا زاد ذاك الاقاليم تقريب الاداره للمواطن، انا كنتمي لاقليم الدريوش، انا كنشوف بالنسبه للدريوش السيد العامل ولا السيد العامل اللي كاين دابا ولا السي رؤساء الجامعات ورؤساء ديال الجهه وداك الشيء، يعني مع السيد العامل يعني ملي كنمشيو للمغرب كنشوفوا واحد العدد ديال المسائل اللي فرحانين بها. بالنسبه احنا عندنا الفلاحه وعندنا الكسيبه وعندنا يعني بالنسبه للسواقي ديال الماء والحواسي والطرقان في العالم القروي والضوء في العالم القروي، لان احنا كنا هاجرنا حقيقه في البلاد، ولكن الحمد لله الناس كلها ولات البلاد، ها لان كاين كل شيء اللي كنا ناقصنا متوفر عندنا دابا الحمد لله ولله الحمد، وكنشكروا الجميع والله يوفق سيدنا الله ينصره.